وعلى الرغم من أننا نعيش دوما متوقعين أشياء أفضل، فإننا كثيرا ما نندم ونتوق إلى استعادة الماضي مجددا. إننا ننظر إلى الحاضر بصفته شيئا يجب تحمله في أثناء استمراره، وعلى أنه ليس إلا طريقا نحو هدف. ولذلك فإن معظم الناس إذا نظروا إلى الوراء بعد وصولهم إلى نهاية الحياة يكتشفون أنهم كانوا دوما يعيشون مؤقتا، وسيتفاجؤون إذ يكتشفون أن الشيء ذاته الذي تجاهلوه وتركوه يمر دون أن يستمتعوا به كان هو الحياة التي قضوا كل وقتهم يتوقعونها. كم إنسان لا يستطيع القول عنه أن الأمل جعله أحمق حتى وصل راقصا إلى يدي الموت؟